تعرف يا ريان، انت لو ما كنتش جيت كنت انا بنفسي طلبتك عشان تيجي تقعد معايا. ده شرف كبير يا فندم، بس برضو دي حاجة تخض في الحقيقة. لما سعادة رئيس مجلس الشعب يطلبنا عشان يقعد معانا، يا ترى ليه؟ أنا عايز أعمل معك اتفاق. شرف كبير لينا يا فندم، بس بعد إذن حضرتك، كان نفسي أعرف مين اللي بيعمل معانا كده. لا مش مهم تعرف مين اللي عمل كده، الأهم تعرف عمل كده ليه. ليه؟ أنا طبعا مش محتاج أقولك إن الكلام ده أنا ما قلتوش يا فندم، وأنا ما سمعتوش. الموضوع ببساطة إن الحكومة كانت عايزة تاخد قرض من صندوق النقد الدولي، وإحنا متعودين دايما إن إحنا ناخد منهم قروض وبنسدد حسب ما اتفق، لكن المرة دي بالذات الصندوق رفض، وده طبعا عمل مشكلة كبيرة. طيب واحنا داخلين ايه في الحكاية دي يا فندم؟ الصندوق بيقول ان انتوا بتدوا الناس ارباح 20 و25 وساعات 30%، وده طبعا هيخلي كل الناس تحط كل مدخراتها عندكم ومش هيتعاملوا مع بنوك الحكومة، وده طبعا هيخلي كمان الحكومة ما تقدرش تسدد القرض، وده طبعا خلى الحكومة تيجي علينا وعايزة تخلص مننا عشان ترضي صندوق النقد. لا الحكومة ما غلطتش، انتوا خسرتوا فعلا 100 مليون دولار، وكل اللي عملته الحكومة انها كشفت للناس الحقيقة. يا فندم بدل ما تعوز تخلص مننا، طب ما تعمل زينا. الحكومة ما تقدرش تتاجر في العملة، ولا تقدر تخاطر وتضارب في البورصة، وكمان ما تقدرش تدي الناس الأرباح اللي الناس بياخدوها منكم، عشان كده الحكومة ما تقدرش تعمل زيكم. يا سعادة الباشا احنا خلاص ما بنتاجرش في العملة، انتوا قفلتوها لنا بالضبة والمفتاح الحمد لله، وسعر الصرف ياما قلنا لكم حرروه علشان الناس تجي لكم انتوا بالعمله ما تروحش للتجار، بس نعمل ايه؟ مفيش فايده. يا ريان بلاش تقول لي انكم بطلتوا تتاجروا في العمله. اقول لك بلاش نتكلم في اللي فات، وتعالى نتكلم في اللي جاي. يا ريت يا سعاده الباشا، بس الحكومه لو حطتنا في دماغها خلاص مفيش جاي. لا هيبقى في جاي، عشان كده أنا طلبتك وعايز أتكلم معاك. وأنا تحت أمرك يا معالي الباشا. شوف، هي الحكومة كانت عايزة قرض 2 مليار دولار، والصندوق رفض بسببكم، عشان كده إحنا قلنا نشتريهم منكم. معليك، وإحنا ما عندناش أي مانع، بس نستأذنك في شهرين مفيش غيرهم بس، ونبقى جاهزين بالمبلغ. ماشي، بقى احنا هنشتري بسعر البنك مش بالسعر اللي انتوا بتبيعوا بيه. الله، ودي تيجي برضو سعادتك، اسمح لي يعني، هو حضرتك لما بتحب تغير عمله بتروح تغيرها من البنك؟ لا. طب تيجي ازاي بقى سعادتك؟ انت عايزني ابيع بسعر البنك؟ ما ينفعش يا فندم، والله ده احنا نقفلها احسن، ده احنا بقى سعادتك نعيش بالاتنين مليار دول ملوك. خلاص يا ريان يبقى تقفلها احسن. لا يا سعادة الباشا، لا إله إلا الله. طب والناس يا بيه اللي عايشة في النغمغة دي هنعمل معها إيه؟ ده في شغل وفي رواج، لا إله إلا الله يا سعادة الباشا. لا لا لا، الرواج والنغمغة اللي أنت بتتكلم عنهم دول موجودين عندكم أنتم وبس، إنما الحكومة مديونة. شوف يا ريان، أنا عايزك تفكر كويس في الكلام اللي أنا قلته لك ده، وأنتوا كده تبقوا بتشتروا نفسكم وبتشتروا مستقبل الشركات بتاعتكم. فكر كويس يا ريان ورد علي على مهلك. طب يا سعادة الباشا أنا عندي عرض، وعايز برضو حضرتك تفكر فيه شوية، وساعتها هتستفيدوا وتفيدوا، ويا دار ما دخلك شر. لا يا دكتور، أهي دي بقى أنا مش فاهمها. أنا هفهمك يا أنا قلت له هنديهم 2 مليار دولار يقعدوا عندهم 5 سنين،
وناخد منهم 2 مليار جنيه يقعدوا عندنا 5 سنين، وبعد ال5 سنين ما عدوا ناخد احنا دولاراتنا ياخدوا جنيهاتهم من غير لا فايده لا ليهم ولا لينا. يا سلام. طب واحنا استفدنا ايه ان شاء الله؟ استفدنا كتير قوي يابا. نمره واحد كسرنا سم الحكومه وبعدناها عننا خالص بقى وتشيلنا من دماغها. نمره 2 سعر الجنيه هينزل، سعر الدولار هيرتفع. احنا كده بقى كسبنا مرتين، لما الجنيه نزل ولما الدولار ارتفع، زائد مكسبنا الاصل كمان واتقينا شر الحكومه. ده غير ان الحكومه لو راعت ضميرها واشتغلت بضمير شويه هتكسب. كده يبقى كلنا كسبنا. يعني يابا الاتنين مليار اللي احنا هناخدهم منه، قول هنشتري بمليار دولارات، والمليار التاني هنشتري ارض كبيره قوي نبني عليها عمارات ومدينة كبيرة أكبر من شبرا. والأرض كل مدى سعرها بيزيد وقيمتها بتكبر، وده معناه إن الجنيه بتاعنا هيزيد مش هيقل. وتمن ربع الأرض بعد 5 سنين هيبقى قد تمنها كله من 5 سنين. بالظبط يا حاج، بالظبط. يا ولاد الجنية. تقولش كده يا ابا، ده احنا ولادك. وتفتكروا الحكومة هتوافق؟ لا اله الا الله، ما توافقش ليه؟ ده احنا هنديها فلوس كتير قوي وهي هتطبع لنا شوية ورق. سامع يا حاج، هيدونا شوية ورق وياخدوا مننا فلوس. ما يوافقوش ليه؟ ده يبقى عبط. عشان انتوا كل مادة بتكبروا أكتر وأكتر وهي مش عايزاكوا أصلاً. يبقى ازاي بقى الحكومه هتوافق انها تكبركوا؟ يابا ابوس ايدك، ما تفول في وشنا. انا مش بفول يا ابني، انا بس بفكر بدماغهم هم مش دماغنا احنا. على كل، احنا عندنا كمان يومين ميعاد مع عوني بخليل رئيس مجلس الشعب، هنعرف الرد. ربنا يسهل.